بسم الله الرحمن الرحيم. مبرة خيول في مجلة خبراء مع مستثمرين خير. مبرة خيول في مجلة خبراء، وهي مجلة بإذن الله ستصدر قريبا في هذا العام، مجلة صوتية في مجال الاستثمارات في التقنيات الحديثة مثل الطاقة الشمسية وإنتاج الماء من الهواء أو ماء الأثير، ماء السماء. فلذلك هذا الماء، إنتاج هذا الماء هو صالح لشرب الإنسان، ولا يوجد مثيل له في حضارتنا، يعني لم يوجد أي ماء في أي مكان، سواء كان من التحلية، تحلية البحار أو تحلية الأنهار. فإذا كل الماء الموجود والمتوفر في العالم والذي توفره الدول، سواء كان في قوارير البلاستيك أو الماء الموصل إلى البيوت أو حتى اللي يجي في السهاريج، فهذا ماء يضر بالإنسان بسبب المواد الحافظة الكيميائية. وطبعا نحن 5 مستشارين ومعنا متخصص وعنده دكتوراه، يعني 10 سنوات في البحث، وهو يعلم وأثبت إنه جميع الطعام المعلب بما فيه الماء هو فيه مواد حافظة مضرة بالإنسان. الشيء الثاني، المشكلة الثانية، عدم وجود الأكسجين. الماء عندما، يعني إذا كان الماء ما فيه، كان في ماعون لتر ولا 10 لتر ولا 20 لتر وما في مواد حافظة، يعفن. فالمواد الحافظة هي ليست صحية، وهي خادعة حتى لا نشم العفن، الإنسان لو شم العفن. لكن بالنسبة للخيول، وقد أثبتت التجارب المعلب بما فيه الماء هو فيه مواد حافظة مضرة بالإنسان. الشيء الثاني، المشكلة الثانية، عدم وجود الأكسجين. الماء عندما، يعني إذا كان الماء ما فيه، كان في ماعون لتر ولا 10 لتر ولا 20 لتر وما في مواد حافظة، يعفن. فالمواد الحافظة هي ليست صحية، وهي خادعة حتى لا نشم العفن، الإنسان لو شم العفن. لكن بالنسبة للخيول، وقد أثبتت التجارب لا تشرب إلا من مياه الآبار، يعني ما تشرب من المياه. وممكن أي أحد عنده خيل يجيب من الماء هذا في القوارير أو ماء البلدية ويحطه للخيل، ما يشرب منه حتى لو كان
جديد. طبعا التجربة الخيل ما يكون مضطر للشرب، يعني ما يكون عطشان، يعني انت بتوفر له. اما الخيول اللي تستخدم للعربيات وال يعني زي في مصر، فهذه ما عليها حكم، هذه مثل الحمير البعيد عنك، يعني الحمير تقبل هذا الماء لأنه هي محبوسة. أما الخيل اللي هي تربية الخيول للمشاركة في السباق أو مثلا السلالات الجيدة ما تقبل هذا الشيء، حساسة. والإنسان لو شم العفن ما يقدر يشرب الماء، فإنتاج الماء هذا هنا مشروع لألفين لنواة رعاية 2000 خيل، وكذلك كل 5 خيول يتبعها بيت أو سكن استثماري عبارة عن تايم شير شهرين في منتجعات خارجة عن نطاق المدن، يعني تكون منتجعات حول في الصحراء، على أساس حتى الخيل مثلا تكون على مسافة 10 كيلو، ويكون فيها طاقة شمسية وإنتاج الماء من الهواء وأيضا الدواء. المشاركة في هذا المشروع تبدأ ب5000 جنيه من قبل أو مقابل كلي، يعني هذه لنواة رعاية 2000 خيل، وكذلك كل 5 خيول يتبعها بيت أو سكن استثماري عبارة عن تايم شير شهرين في منتجعات خارجة عن نطاق المدن، يعني تكون منتجعات حول في الصحراء، على أساس حتى الخيل مثلا تكون على مسافة 10 كيلو، ويكون فيها طاقة شمسية وإنتاج الماء من الهواء وأيضا الدواء. المشاركة في هذا المشروع تبدأ ب5000 جنيه من قبل أو مقابل كلي، يعني هذه المشاركة الأولى لتسجيل كل خيل. ثم التدرج إلى أن يوصل حصة الخيل 100,000، 125,000، يعني ثم 20,000، والعائد يكون سنويا مدى الحياة، مدى حياة الخيل 100,000 سنويا، 100,000 للخيل، وهذه طبعا محسوبة. وستتكون لجنة أو تكون مجموعة دائما مطلعين على المشروع، وممكن نبدأ الأجهزة تكون في مرابض الخيل موجودة في يعني في محلات اللي موجود فيها الخيل، أول ما نطلب الأجهزة اللي هي تنتج الماء من الهواء حتى لو كانت بالكهرباء، يعني هذه أول بداية. وأما السكن فهو تايم شير مدة شهرين فقط ب300,000 جنيه، سكن عائلة 5 أشخاص في منتجع، يعني هنا نضمن ماء دائم لكل خيل 25 لتر يوميا يشرب من ماء غني بالأكسجين 20 ضعف عن أي ماء موجود، حتى عن مياه الآبار، وهذا لجمال وصحة الخيل والإنسان، ويساعد على التخلص من الأمراض المزمنة. أقف عند هذا الحد، وأتمنى
أن نسارع في الانطلاقة طبعا معانا أحد الخبراء في تدريب الخيل والممارسين، وعنده خبرة 20 عام، يعني معظم المعلومات اللي نستقيها من عنده، وهو سيكون إن شاء الله المشرف على 200 خيل تربيتها ورعايتها. الأكسجين 20 ضعف عن أي ماء موجود، حتى عن مياه الآبار، وهذا لجمال وصحة الخيل والإنسان، ويساعد على التخلص من الأمراض المزمنة. أقف عند هذا الحد، وأتمنى أن نسارع في الانطلاقة طبعا معانا أحد الخبراء في تدريب الخيل والممارسين، وعنده خبرة 20 عام، يعني معظم المعلومات اللي نستقيها من عنده، وهو سيكون إن شاء الله المشرف على 200 خيل تربيتها ورعايتها ضمن هذا المشروع. وإن شاء الله نتكلم أكثر عندما نلتقي بالمستثمرين، نعطيهم معلومات أكثر ودقيقة بالأرقام. فالمستثمر في سكن استثماري أو ساع 400 ساع، عنده ريزورت يعني يكفي 5 أشخاص مدة 2 شهر، ينعم بالجلوس فيه والأكل الصحي والماء الصحي، ويكون هو يعني مجرد يدفع حق الخدمات 20، يعني لو كان الإيجار في اليوم $100 يدفع $20، طبعا في أكل وشرب وكل حاجة. وبالنسبة للخيل كمان إنه في 100,000 مثلا جنيه عائد سنويا لكل خيل، طبعا في الماء يعني المستثمر 125,000، في دعم للخيل 100,000 خاصة في الماء والغذاء الصحي والرعاية الصحية تحت الجهاز المشرف على الرعاية، رعاية الخيول. وأيضا في المنتجع سيكون في هناك تطبيق برنامج تقنية ريموند فرانسيس ترف الصحة. وشكراً.